أهلا بكم مجددا في برنامج باريس مباشر. نحاول أن نفهم هذا المساء لماذا كل هذه الانتقادات من قبل المجتمع المدني بين ظفرين في كل من تونس ومصر حيال قطر. طبعا رياض السيداوي تابعت ما قاله عبد الله العذبة، هو أجاب على انتقاداتك وخاصة فيما يتعلق بالمقارنة بين فرنسا وقطر، وأيضا فيما يتعلق بالشاعر الذي تحدثت عنه، إذن لك حق الرد. طبعا أنا أحيي فيه أول شيء هدوء، بارك الله فيك على الهدوء حتى نتناقش بهذا الشكل. أكرر أن المواطن القطري لا يرى صناديق الانتخابات إلا في التلفزيون، تحدث عن دستور، هل يوجد برلمان في الدوحة؟ هل توجد تعددية حزبية في الدوحة؟ هل توجد انتخابات في الدوحة؟ هل توجد حريات إعلامية في الدوحة؟ هل توجد حريات اجتماعية أو نقابية في الدوحة؟ لا يوجد أي شيء. ممكن تتحدث عن خصوصية إعلامية، نحن في تونس لا ننتقد الإمارات، نحن في تونس لا ننتقد عمان، نحن في تونس لا ننتقد بقية الدول الخليج العربي، إلا إذا تدخلت في شؤوننا مرة تريد أن تعطي دروس في الديمقراطية، لأن المشهد أصبح بالنسبة إلي بصراحة سوريالي لما يأتي سمو أمير القطر ومرحبا به في تونس في مطار تونس قرطاج يقول لابد أن تعم الديمقراطية والحرية. الآن نحن نتساءل كعلماء سياسة كنخب كمثقفين إلى آخره، بالنسبة لفرنسا وبن علي نعم، لأن المشروع الذي ذهبتم فيه أنتم هو المشروع الأمريكي، والمشروع الأمريكي أصبح واضحا بالنسبة إلينا لأننا علماء سياسة أولا، ثانيا درست حتى في الغرب ونعرف العقل الغربي، نعرف ماذا يحدث فيه، فبالتالي أرجوك طيب رياض السيداوي، رياض نعم. اسمح لي أن أطرح عليك سؤال. طبعا من السهل رياض أن تنتقد، ولكن عندما ترى استراتيجية ما تعرف بالترويكا في تونس على سبيل المثال، منذ البداية الخيار كان واضحا وصريحا، نحن نراهن على دول الخليج بما في ذلك قطر. إذن ما هو يعني إذن ما ذنب قطر في إذا كانت السلطة الحاكمة؟ سي توفيق، تذكر 31 ديسمبر 2011 عملنا حلقة معك، وذكر أني قلت لك أن أخاف من لبنان تونس، بمعنى أنه المال السياسي الأجنبي، النفوذ الأجنبي، الغاز، البترول، ماذا ثم حدث في لبنان يحدث في تونس. نحن قمنا بثورة سلمية رائعة عند قيم شغل حرية كرامة وطنية، نخاف من يتدخل هذا المال يشتري نخب، يشتري إعلاميين، يفسد الحالة السياسية والحياة السياسية، لأن المشكلة هي العلاقة كالتالي. طيب الزميل قطري يريد أن يرد. طيب رياض تفضل عبد العذبة. المال القطري لا المال القطري لا يسعى الى ذلك، يعني في نهايه اليوم ما هي مطامع دوله قطر في شقيقه تونس التي نجلها ونجل شعبها ونقدرها. ومن السهل جدا ان نتهم اطراف اخرى بانها تعرض اخرين للتظاهر والهجوم على سفاره قطر. السيد المنصف المرزوقي عندما تحدث قال لا تشتمون قطر بعد ان سلم المحامي الخاص للامم المتحده والنائب العام القطري عن تسليم الاموال، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ عندما تحدث بذلك وقال قبل ان يواجه القانون كان يخاطب فيهم انسانيتهم، لم يكن هناك داع لرد فعل عنيفه بالمره. نحن نعتز بكم وتعلمون اننا كلنا في وطن واحد وانتم امتداد لنا، وتفصل بيننا وبينكم الاف الاميال. ما هي مصلحه قطر في ان تغلب فصيلا على اخر؟ لو اتى الليبراليون الى سده الحكم لتعاملت معهم قطر بكل اريحيه. الدكتور ايمن نور في مصر عندما اجرينا حديثا معه قال ما قدمته قطر قبل الدفعه الاخيره 3 مليار هو دعم لمصر وليس دعما للاخوان، لانه يعلم تمام العلم ان الاخوان ليسوا دائمين الى الابد، ولكن عندما تتعرض مصر الى مجاعه او تحدث فيها ثوره مجاعه، ثوره جياع، من الذي سيدفع الثمن؟ المنطقه كلها برمتها ستدفع الثمن. فرنسا اتت الى مصر واتت الى تونس. انا اعتقد بان على قطر واجب انساني واخلاقي ان تقوم بدعم مصر لرد الجميل الذي قدمته مصر لنا ولكل الدول العربيه. اذا كان الاخرين لا يريدون ان يردون الجميل فهذا امر يعود لهم، ولكننا في قطر شعبا وحكومه وجدنا كل ترحيب من كثير من التونسيين. طيب. اذا كانت هناك اصوات ترفض الدعم القطري فهذا مفهوم ومن حقهم، ولكن هناك ايضا اصوات اخرى ترحب بذلك. طيب في نهايه اليوم طيب. نحن امه واحده. طيب عبد العذبة عبد بما انك تحدثت نتعامل مع انظمه، نحن لا نتعامل طيب. مع افراد. طيب هو كان يفتح المقوله
تقول يفترض التعامل بين مع الشعوب وليس مع الأنظمة. عبد الله العظمي، بما أنك تحدثت عن الرئيس المنصف المرزوقي، نستمع إلى ما قاله المنصف المرزوقي فيما يتعلق بقطر. وأريد أن أقول أن وراء الأمم المتحدة ووراء هذا الرجل هناك دولة شقيقة صديقة اسمها قطر، دفعت جزءا من الأموال لاسترجاع هذه الأموال، وأنني أعتبر كتونسي وكعربي أن الناس الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة بالسب والشتم هم أناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحملوا أمام القانون. محمد هنيه ثم فابيولا. فقط نقطة واحدة نركز عليها، يعني أنا أريد أن أفهم. أنا أريد أن أعلق تعليقا بسيطا. سأعود إليك، سأعود إليك عبد الله العظمي، لحظة سأعود. الديمقراطية ليست شتما، ليست شتما، أريد أن أؤكد على ذلك. والسيد المنصور المرزوقي يتحدث عن الشتم، وتعلمون تماما ان الشتم ليس حريه. طيب. واصل في نفس ما قاله الاستاذ عبد الله، يعني لماذا هذا الثلب؟ لماذا العداء العربي العربي؟ لماذا الدوله العميقه الفلول يعودون في مصر؟ لماذا فلول بن علي يعودون في تونس؟ انا اريد ان اسال، لماذا ما قدمه مثلا اتحاد الشغل، اتحدث عن القيادات، النقابات العمليه في تونس، من اجهاض للثوره، اليوم أساتذة التعليم الثانوي يضربون في تونس، يعني هناك نوع من دفع الدولة نحو الشلل، وهو ما يحدث. الفتنة الطائفية في مصر يلعب عليها من أجل إجهاض الثورة. فقط نقطة أخيرة توفيق بالله، يعني لم أخذ نصيبي من الوقت، يعني هذا ما أريد أن أتحدث عنه. لماذا معاداة قطر أو معاداة فرنسا أو معاداة هذا البلد أو الآخر يريد أن يقدم لك إعانة؟ لماذا استفقت النخب اليوم؟ يا سيدي الاستبداد ذهب، بن علي رحل، مبارك رحل، ماذا بقي؟ بقي ورثة بن علي، وبقي ورثة حسني مبارك، يعني وهي نخب سياسية أساسا همها الأساسي، هم قناصة جدد، همهم الأساسي هي المناصب، هي السلطة الوطنية والعلوم السياسية وكل هذا النوع من النفاق الإيديولوجي. طيب فابيولا. الحقيقة أول مرة أعرف أنه يعني اللي بياخد موقف من المساعدات القطرية بقى من الفلول، يعني أنا مش فاهمة، يعني كما لو كانت الثورة ليس من قطر ضد أمير قطر يعني. هو الحقيقة يعني بارك الله في الزميل القطري أو أستاذنا، بس هو أنا يعني مسألة التخصيص، ونكرر طبعا الدعوة إلى كل القطريين كان يتدخلوا معنا ويشاركوا ويعربوا عن رأيهم، لأن هذا المنبر هو للجميع. يعني التخصيص في الحالة ديت مش وارد. هو هنا السؤال، هل قطر قررت فجأة أن تلعب دور الملاك؟ فلقيت هي يعني هو قال إن هما يدعموا من اختاره الشعب. والحقيقة هي يعني قطر هبت لمساعدة الليبيين حتى بالسلاح، حتى قبل أن يختاروا أي شيء. وبين قوسين اليوم منظمات المجتمع المدني الليبي تقول لقطر ارفعي يدك عنا، نحن قادرين على بناء أنفسنا. سوريا هبة مظاهرة، قطر تدعم ما يختاره الشعب، الشعب لم يختار حتى الآن. طب إحنا عندنا اختاره، طب في تونس اختاره، يعني يذبح فيهم يوميا. لحظة واحدة بس يعني لعب دور يعني الملاك، يعني أنا مطلوب تفسير. هذه ليست يذبح السوريين كل يوم، يعني هذه ليست إساءة القطر أن نطلب التفسير، أن تلعب دور الملاك، وهذا ليس ميراثك الشخصي، هذه أموال دولة، هذه أموال شعب، أنت قررت أن تلتفت إلى الآخرين، تساعد في تونس وتدعم المصريين كي ينهضوا. طيب مصر قائدة وتريد لها الدور القيادي، ومصر الشقيقة الكبرى، وإذا انهارت الأمة العربية تنهار، وتونس إحنا بعيد مئات الأميال وألاف الأميال وما لناش غرض، وفي ليبيا كان في طاغية وإحنا حبينا نشيل الطاغية، وفي سوريا هل نترك الشعب السوري يقتل، وفي اليمن لن تتحدث قطر الحقيقة عن اليمن لأنه اليمن خرجت بمعادلة مختلفة. واليوم إذا حدث شيء في المغرب تهب قطر لنصرة الشعب المغربي. هل قطر تفرغت فقط لنصرة حركات التحرر؟ فقط يعني تفرغت، تركت كل ما لديها وتفرغت لنصرة يعني الشعوب المسكينة الفقيرة؟ عيب يعني عيب. تهمة؟ أي تهمة؟ يعني أن تقدم أمريكا يا لمصر، يا سيدي أنا مصرية ومش من الفلول ولا أريد الأخوان. لا أحد لماذا تدعم الأخوان؟ وبعدين مسألة إنه إحنا يعني لنا يعني ندعم الشعوب، إحنا نتعامل مع الحكام،
تم رفض كامبي ديفيد رغم ان هي كانت اتفاقية بين الحكام. حتى الان الشعب المصري يرفض كامبي ديفيد. كامبي ديفيد لم تنجح، التطبيع لم ينجح في مصر بشهادة العالم كله. وتم بين الحكام. حسني مبارك كان ليه تحالفات مع احدى الدول العربية وكان الشعب المصري يرفضها ولم ينجح في استقطاب الشعب المصري، ولكن تمت التحالفات مع الحكام. لما تقوم ثورة، ما هو التغيير إذا كنت لازلت تتعامل مع الحكام وترفض رغبة الشعوب وترفض إرادة الشعوب ولازلت تتعامل مع الحاكم. وأنا النهاردة السيد مرسي، السيد مرسي إذا تعامل مع إسرائيل أنا رفضه، وتعامل بين الحكام. يعني ما هو الجديد؟ طيب فإنه أنه الدول تتعامل مع الحكام. طيب